بعدما برمجنا الاحتياطات اللازمة وبعض الاحتياطات الضرورية في الفيديو السابق، ننتقل الآن إلى برمجة العملية الحسابية التي ستمكننا من حساب شدة قوة التجاذب الكوني. من هنا فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنني جعلت الجزء الخاص بالنتيجة غير مرئي في البداية، ولا يظهر إلا بعد الحساب، بعد القيام بعملية الحسابية، لأن هذا الأمر تعلمناه من قبل كيف نقوم بذلك. إذن سأجمع هذه لكي يترك لي مجالا للعمل. الأمر بمجمله يتم في ماتيماتيك، لأنها عملية حسابية رياضية بالدرجة الأولى، وهي عملية الضرب. إذن سنأتي بالمجموعة الخاصة بالضرب، نضعها هنا. ما سنقوم به هو أن نضرب كتلة الجسم الأول في كتلة الجسم الثاني في شدة مجال التقالة، ثم نقسم على مربع المسافة بين الجسمين. إذن العملية التي سيقوم بها التطبيق هو أن يأخذ القيمة التي يدخلها المستعمل في الكتلة رقم واحد، نذهب إلى الكتلة رقم واحد هنا، هنا سيدخله. إذن ما يدخله هنا نحن سنأخذه، التطبيق سيأخذ هنا، سأضعها هنا ثم أضربها في كتلة الجسم، ما سيدخله في كتلة الجسم الثاني هنا، هنا كتلة الجسم الثاني، ثم سنضربه في شدة أو في شدة مجال، عفوا، في ثابتة تجاذب الكون. سأضيف عملية للضرب هنا، ماذا سأضع هنا؟ جي، سأخذ قيمة جي بيت جلوبال جي وسأضعه هنا، ثم بعد ذلك سأضرب في 10 أس ناقص 6، سأتركها إلى ما بعد لكي تفهم لماذا 10 أس ناقص 6. سأضيف عملية أخرى للضرب هنا، سأضرب في المقلوب، عملية ضرب في المقلوب. إذن سأدخل عملية ضرب المقلوب، إذن سأضرب في مقلوب المسافة في مربع المسافة، هنا قلت سأتركه 10 أس ناقص 6 وسنرى فيما بعد لماذا. إذن سأضرب في 1 على ماذا؟ على ما سيدخله في المسافة، على مربع ما سيدخله في المسافة. لأجل ذلك سأضيف أس هنا وسأضع هنا المسافة، المسافة سيتم إدخالها، لأن يمكن أن أحصل عليها مباشرة من هنا، هنا ثم أغيرها إلى المسافة، ثم هنا أس 2 أنا فقط سأحتاج هذه لن أحتاجها، سأمسحها ديليت أس 2، المسافة أس 2، ما سيدخله في المسافة سيتم جعله أس 2. قلنا بأن المسافة كنا قد برمجناها بماذا؟ بالكيلوغرام، بالكيلومتر، ولكي تكون الوحدات كلها عالم يجب أن نحولها إلى المتر. إذن هنا النتيجة ستدخل بالكيلومتر، سنحولها إلى المتر، إذن سيكون الكيلومتر أس 2، سنحولها إلى المتر أس 2، 1 كيلومتر و10 أس 3 متر أس 2 ستصبح 10 أس 6، 10 أس 6. إذن بما أن 10 أس 6 ستصعد إلى الأعلى ستصبح 10 أس ناقص 6، إذن هذا لهذا سأضرب هنا في 10 أس ناقص 6، 10 أس ناقص 6 سنكتبها بهذا الشكل، ثم سأدخل هنا 10، أضع هنا 10 أس ناقص
ستة ناقص ستة، وهكذا. إذن هذه المجموعة ستقوم بحساب شدة قوة تجاذب الكون. إذن ما سيدخله، نلخص، ما سيدخله في كتلة الجسم واحد سيتم ضربه في ما سيدخله في كتلة الجسم جوج، سيتم ضربه في شدة مجال التقالة، ثم سيضربه في 10 أس ناقص 6 من أجل تحويل هاته إلى المتر، ثم سيضربه في واحد على المسافة أس 2، يعني ما سيدخله في الخانة الخاصة بالمسافة أس 2. بعد القيام بهذه العملية، إذن متى سيقوم بهذه العملية؟ بالطبع عند الضغط على، سأنشر هذه، عند الضغط على الزر بوتون كالكول. ومتى سيقوم بها؟ بعدما أن تتحقق هذه الشروط. إذن إذا تحققت هذه الشروط وأدخلها كل ما هو لازم للحساب، آنذاك سنضيف هنا إلس، هنا إلس، سيقوم بعملية الحساب الحسابية. لكن إذا قام بهذه العملية الحسابية، أين سيضعها؟ سيضعها لنا في الخانة الخاصة بالنتيجة. إذن هذه النتيجة سنضعها، هذه العملية الحسابية، نتيجة هذه العملية الحسابية يجب أن يتم وضعها في هنا في لابل تكست ريزولت. إذن سنضع set لابل ريزولت تكست، أين ماذا سيضع فيها؟ سيضع فيها هذه النتيجة. عند الضغط على الزر بوتون كليك سيتحقق هل تكست بوكس M1 مملوءة، وهل تكست بوكس M2 مملوءة، وهل تكست بوكس D للمسافة مملوءة. إذا كانت مملوءة كلها، ماذا سيفعل؟ سيضع في لابل تكست ريزولت، سيضع فيها نتيجة هذه العملية الحسابية. بعدما أن يضع النتيجة في لابل ريزولت، يجب أن يظهر هذه النتيجة. وكنا قد رأينا بأن vertical arrangement result visible كان قد تم برمجته على false لكي لا يظهر. إذن يجب أن نظهره. إذن سنضغط هنا Ctrl C Ctrl V ونأتي به إلى هنا ونعيده إلى true. إذن وبالتالي فالنتيجة لن تظهر إلا بعد الانتهاء من عمليات الحساب. نلخص، نضغط على بوتون كالكول يتحقق من أن الخانات ممتلئة، يقوم بوضع نتيجة هذه العملية الحسابية في لابل تكست ريزولت، ثم يجعل فيرتيكال أرانجمنت ريزولت الذي تتواجد به لابل ريزولت على ترو. لنشاهد النتيجة. إذن هنا أدخلت بعض القيم، إذن ثم نضغط على أحسن، ثم نشاهد النتيجة. إذن تلاحظ بأن النتيجة قد ظهرت، والنتيجة هي 8.82 إلى آخره. نعيد تغييرها، مثلا سأضيف فقط 7 هنا، أضيف هنا 9، أضيف هنا 3، ثم صغيرة على شيء ما، ثم أحسن. إذن تلاحظ بأنها قد تغيرت، أصبحت 9.0298 أو ناقص 17. ماذا تعني أو ناقص 17؟ يعني 10 إكسبونونسيال 10 أس ناقص 17. لكن هنا تلاحظ أنه بعد عملية الحساب تبقى الأرقام السابقة في مكانها. نحن نريد أنه بعد القيام بالعملية الحسابية يجب أن تبقى، أن تعود هذه إلى حالتها الأصلية، وأن تختفي من جديد هذه النتيجة. هذا ما سنقوم به في الفيديو القادم بحول الله.